هذا وقد أكدت السيدة هيام البلوشي مهندس أول تركيب وتجميع واختبار الأنظمة الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء خلال اتصال هاتفي أن اهتمام دولة الإمارات في مجال الفضاء بدأ منذ سنوات طويلة ونتج عنه إطلاق العديد من الأقمار الصناعية. نعم سهير، وأشارت إلى أن هذه الأقمار تعمل على تزويد المجتمع العلمي بالمعلومات المتطلبة، حيث دخلت الإمارات عام 2014 بشكل رسمي في السباق العالمي لاستكشاف الفضاء. اهتمام دولة الإمارات بقطاع الفضاء أخواني ليس وليد اللحظة، بل يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي. نتذكر كنا يوم التقى الوالد المؤسس أبونا الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه بالفريق المسؤول من وكالة ناسا على رحلة أبولو للقمر. هذا اللقاء كان حافز لتوجيه اهتمام الدولة بالفضاء وأدى إلى ولادة القطاع الفضاء الإماراتي بتأسيس عدة شركات، ومن ضمنهم شركة ريا للاتصالات، شركة الياه للاتصالات الفضائي. ثم تم إنشاء مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة من قبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في عام 2006، وتم دمجها مع مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2015. هالشركات كلها تمتلك عدة أقمار اصطناعية تعمل وتزود المجتمع العلمي والفضائي بالبيانات المتطلبة منها. وفي عام 2014 دخلت الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي كما ذكر، عبر إنشاء وكالة الإمارات للفضاء بإعلان من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه، وبدأنا العمل على إرسال أول مسبار على عربي وإسلامي لاستكشاف الكوكب الأحمر. طبعا لين الحين مسبار الأمل يزود المجتمع العلمي ببيانات جديدة عن المريخ تساهم في فهم أسرار هذا الكوكب، وهذا الإنجاز طبعا رسخ مكانة الإمارات العالمية في هذا القطاع.